الصيام هو حسن استشعار الخلق الإسلامي أثناء فترة الصوم، بحيث لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. أنت في يوم الفطر قد تبدر منك شيء، أو قد يحصل منك بعض أخطاء، حاول أن تتجنب هذه الأشياء في شهر رمضان. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. عندما يقول المسلم هذه العبارة إني امرؤ صائم لمن شاتمه أو قاتله، يقولها بصوت لينبهه أننا في مرحلة يحسن فيها حسن الخلق، ويجب أن نتسامى بأنفسنا عن معاودة أو عن مطاوعة الشيطان في رد الإساءة بمثله، أو أن نعتد. ويقولها في نفسه أيضا ليمنعها من مقابلة الإساءة بالإساءة، بحيث يترفع، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فإذا الصيام له آداب، كذلك القيام. القيام هو قيام الليل، الصلاة ليلا، هي صلاة التراويح وهي أصلا قيام الليل. فمن أدى هذه الصلاة بخشوع واطمئنان وتأمل للقراءة وبعد عن الرياء وحسن ضراعة إلى الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.